هلا ومرحبا فيكم. ضيف حلقتنا اليوم الفنان شهاب جوهر، ونسمع منه أغرب موقف. طبعا أغرب موقف مع معجبة أو معجب، مرة كنت قاعد، يعني مرة من المرات كنت قاعد أتعشى، فما وعيت الوحدة تصرخ كذي بالمجمع وتي تركض وتخبطني وتبوسني، على أدزها وزفها، قلت أنت وين قاعدة؟ وين عبالك قاعدة؟ شو اللي قاعد تسوينه غلط؟ مو صحيح؟ من هالحكي هذا؟ شوي ولا يلتمون أهلها، ما عليه احنا آسفين، البنية متحمسة شافتك تحبك. وبعدين هي هم جت البنية واعتذرت، بنية كبيرة يعني مو صغيرة، بس هذا من المواقف يعني اللي صدمتني يعني، بس داركنا الموضوع يعني بسرعة. موقف ثاني، في وايد مواقف طبعاً بس ما تحضرني الحين، يعني من ضمن المواقف مثلاً أنا هذا الموقف كان أيام أمي الله يرحمها. كل خميس تي واحدة وعند باب البيت كانت تي بوكي ورد كل خميس. فالوالدة الله يرحمها قالت أنا إلا أشوفها من اللي يجيب الورد كل خميس، فقالت حق الخادمة إذا جابوا الورد على طول يعني بلغيني وأنا بقعد بالحوش. أمي قعدت بالحوش شوي ولا نفس الحزة المغربي يبون الورد، شوي ولا أمي تقول لها تعالي يما تعالي تعالي. يت بالحوش ولا بنية تدخل، منو أنتي؟ شو اسمك؟ من بنته؟ كانت تقول أنا فلانة وكذي وهذا معجبة بشهاب ولدي. كانت تقول يما أنت ليش كل خميس تجيبين ورد؟ ما عندك شغل شوي ولا شيء؟ كان يمها ما شنو ما شنو يوم كان عذبة تقع إن شفت تشيت عن باب البيت. لا لا غير خيرك، وأقول حق أهلك. هذه بعد من المواقف يعني اللي أيام الوالدة الله يرحمها، في مواقف يعني صارت وايد. أجمل موقف صار معاه مع المعجبين والمعجبات حصل من فترة قريبة مو بعيدة، يعني أنا بالشارع كنت ولا واحد مستذبح اللي يوقف، أنا قلت هذا شنو في، مو طبيعي الوضع كان، قلت خلا أوقف أشوف شنو في لاحقني. طلع من ذوي الهمم يعني، وأنا كنت ماخذ فكرة ثانية يعني إنه لاحقني ويترك، يوم شفته وقف ولسانه ثقيل وهذا على طول عرفت، فصفت قلت له لحقني، صفت نزل وياي سولف صور. أنا بالنسبة لي هذا الموقف وايد أثر فيني، الموقف هذا يعني أنا استأنست إني وقفت واستأنست إني صفت وتواصل وياي وما زال يتواصل وياي بالإنستغرام، خذت الإنستغرام مالي وتواصل وياي ومثل ما تقولين صرنا ربع يعني. وخلي اسمع منه موقف محرج. موقف محرج بعد أكثر من البوس اللي صار ما في موقف. إيه هذا موقف من المواقف، أنا كنت بالسالمية كاشخ وكذي وهذا وحد السكبة يعني ويسلمون العالم وهذا، كان في بداياتي أتذكر كنت مستانس بسن السن كذي توه ماكو سن الشباب. شوي ولا الدرج هذا اللي يحطونه عشان الترولي ما ترولي شوي وأقلب وطيح أنا وسكبتي وشغلي كله، خليت بعضي وركبت سيارة ومشيت. موقف أو قصة غريبة مر فيها فناننا؟ موقف يعني غريب صار لي أو يعني أنا مثلا شوي كشيت منه، إن مسلسل جنة أهلي بشخصية عبد الناصر، شخصية كانت يعني شخصية مو سوية وكانت شخصية هجومية، فدور كنت يعني ظالم زوجتي وهو كان مدمن مخدرات وما يدري يعني وايد كانت فيه أحداث، فزوجتي بالمسلسل وهي حامل اللي هي ملاك تسوي حادث وتموت، فأنا كنت طالع ولا هم بعد مرة كبيرة شوي بالعمر مرة كبيرة بالعمر، أنا كنت رايح الجمعية ولا تقول لي عبد الناصر عبد، ما أنا ما قادر ما أدري منه عبد الناصر، كان أطالع بالغلط تقول لي أنت تعال تعال يما تعال، جيت شو يا يما مو زين اللي سويته، زين كذي مرة ماتت رحت عند ربها أنت ظالمها توب حق الله. ومن هالكلام فأنا بعد يوم شفت الموت قلت لها يا حجية هذا تمثيل مو صح، كان تقول لي يما الحين تمثيل مو تمثيل ما لنا شغل، انت خليك خوش ريال لا تسوي هالسوالف، لا قلت له حاضر يما ان شاء الله على امر، تقول عافية على اولادي. هذه من المواقف بعد شنو اسوي يعني، يعني مشيت يوم شفت انها مصره ان انا هو الشخص
فهذا من المواقف الغريبة وبنفس الوقت يعني ضحكني. والحين مع فقرة المقالب أو الدقات. لا أنا شوي شخصيتي يعني ممكن شوي متحفظ بالغشمرة، فدائما ربعي يدرون فيني إن أنا ما أتغشمر باللوكيشن يعني وايد، خصوصا أنا أسولف غشمرة اللسان، بس أما دقات وهالسوالف أنا وايد شخصية يعني ما أحب الدقات والغشمرة، لأن أنا في قناعتي إن الغشمرة هذه أو الدقات ممكن تسبب مشكلة. يعني في ناس يزعلون، في ناس ما يتحملوا الغشمرة، في ناس تتحمل، في ناس ما تتحمل. أنا واحد من الناس اللي ما تحمل، فما أتغشمر عشان لا أحتك ويا أحد ولا أحد يحتك. الدقة عبرتها والله، هذا واحد من الربع يعني كان مسكين توه واخذ سيارة، فيا الديوانية ومنزل عشاء، فالربع قرروا إنه يسوون فيه دقة لأنه هو أصلاً راعي دقات، فشرى سيارة جديدة ونزل عشاء. خلصنا العشاء وهذا شوي ولا نشوف واحد يصرخ برا يتحلطم قالب الدنيا شيك فلان، وهذا طلعنا ولا نشوف مسكين سيارته جايبين طوابيق وشايلين التواير خاشينهم عنا شايلينا وموقفين السيارة على الطوابيق وهادينا وماشيين. يعني ما أنا ما أعتبره دقة يعني، يعني لا ما شفت الأمانة يعني، أو ما يحضرني، مو ما شفت ما يحضرني يعني، حاليا ما يحضرني من الدقات اللي صارت بالوضع ما شفت. وانتهت حلقتنا اليوم، أشوفكم باكر مع ضيف جديد ومواقف جديدة، مع السلامة.